أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. ها السلفيون هل هي من اجتهاد الجهاد؟ نعم. المظاهرات والاعتصامات هل هي من الجهاد؟ لا هذا غلط، هذا غلط فتنة، هذا شر ما يصلح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة، الطرق ساكها العلم، ساكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع المفتي ومع الأمير ومع السلطان، اتصال ونصحته ومكاتبة له دون التشريع بالمنابر وغيره بأنك على كذا وصار منه كذا، اللهم صل.